طريقة لعب مستر كولر اللي بتعتمد على اللامركزية، اللي بتعتمد على انه ال11 بيدافعوا، وشفنا تطور كبير جدا في مستوى لعيبة ما كانتش بتأدي الدور الدفاعي، لكن مع كولر شفنا قفشة، شفنا عبد القادر، شفنا بيرسيتاو، شفنا حسين الشحات، شفنا حتى كهربا وشريف لما بيكونوا بيلعبوا بيبقى ليهم ملتزمين بالادوار الدفاعيه اللي محددها مستر كولر. هل بتشوف انه الطريقه دي محتاجه او بتحتاج لعيب بمواصفات معينه كمدرب؟ يعني طبعا الجمهور دايما نفسه في اللعيب اللي يمتعه كوره، لكن المدرب ممكن بيبقى ليه نظره تانية مختلفه، ممكن يبقى ليه معايير، ممكن يبقى ليه اولويات في النواحي البدنيه، في النواحي التكتيكيه، في متوسط العمر زي ما حضرتك قلت، قدرته على انه يبقى بيلعب في اكتر من مركز. يعني كنت بتكلم في بدايه الحلقه انه سواء امام او سواء رضا الاثنين تقدر توظفهم في الملعب في كذا مركز، امام ممكن يلعب في 3 خطوط في الناحيه الهجوميه، رضا تقدر توظفه في اكتر من مركز. فبتشوف ده ازاي مع فلسفه مستر كولر اللي عايز يوصل بيه؟ اعتقد ان الموسم اللي جاي يبقى عنده مساحه اكبر انه يقدم فكره او يقدم اسلوبه بطريقه افضل حتى من الموسم ده، رغم النجاح الباهر، ما حدش يختلف على نجاحه الباهر في اول موسم ليه مع النادي الاهلي. انا خدها من حيث الجوانب، هتلاقي الجانب اليمين بتاعنا عندك وفره في ان شاء الله لما اكرم يرجع، اكرم وكريم، وكريم يرجع، وفي خالد وفي هاني، ايوه، وفي قدامهم رضا وفي بيرسي تاو، وفي طبعا الهاف اليمين اذا كان في كريستو. الحقيقه انا عايز اسمع راي كمان في كريستو، بس كمان شويه في لعيبه هسمع راي كابتن عادل طالما فيهم اسم، وطبعا في كريستو وفي اكتر من لاعب في المنطقه دي، وفي طاهر، يعني مجموعه كلها والله الحمد يعني على اعلى مستوى. ده في كمان اللي حضرتك تفضلت بيه وهو امام عاشور بيلعب باك رايت في منتخب مصر، كان بيلعب باك رايت وبيلعب هاف رايت وبيلعب تحت راسين الحربه، بيلعب هاف مدافع. الراجل عنده من الفكر ان هو لما بيعلى باللياقه البدنيه للاعب عنده موهبه. يعني حسين الشحات هل بنختلف على موهبته؟ لا حقيقي، واحد من افضل مواسم حسين. ما كانش بيأدي الواجب الدفاعي علشان الناحيه البدنيه بتاعته ما كانتش مكتمله. بيرسي تاو لما كان عنده اصابات كتيره قعدوا فتره لحد لما طمن ان العضله سليمه 100%، ما كانش بيستعجل عليه، ابتدى يديله في الماتشات وبقى يديله ماتشات كامله لحد ما خلاص حته الاصابه بالنسبه له بقت منتهيه. لما يعلي اللياقه البدنيه بتاعته النهارده بينزل يدافع ورا هاني، وبعدين بيشق من للداخل، وبعدين بيعمل 1 2 بيشق من الاطراف، وبعدين بيشق من العمق. الماتش اللي فات ما هو جايب جول من العمق، صحيح، راس حربه، جول الداخليه، الكره اتعملت له وحطيتها في ماتش داخلية. يعني بذكر الناس انها كانت الماتش اللي فات من يومين يعني. فالراجل لما وطبعا مش الراجل والجهاز الفني والجهاز الاداري، هو بيدي كريدت دايما للجهاز الفني، كل اعضاء الجهاز الفني اللي معايا الحقيقه دايما بيشيد بالادوار اللي بيقوم بيها. والحقيقه يمكن السنه دي تعرف كل سنه الناس ما بتحسش قوي او بتدي الفاتوره للمدير الفني فقط لا غير، لكن السنه دي حتى الناس العاديه، الجمهور العادي، حاسس انه في طفره في الناحيه البدنيه، في طفره كبيره جدا في معدل الاصابات. احنا كنا السنتين اللي فاتوا تقريبا مستشفى الاهلي 6-7 لعيبه تقريبا، يعني في 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 على مدار الموسم في مع اختلاف الاسماء موجودين في حاله الاصابات، باستثناء اصابه اكرم وكريم. احنا السنه دي ما حسيناش بالمشكله ده المشكله دي، وحسينا انه الفرقه واقفه على رجلها من اول الموسم لاخره بنفس المستوى. لما نقول بقى ان الاداره بتختار المدير الفني، المدير الفني بيجيب جهاز معاه، الجهاز اللي معاه هو مسؤول، هو المسؤول قدام النادي على النتائج. الحاجه الثانيه ان الاداره بتوفر له الاجهزه اللي تخليه يشتغل علمي. معناه انا هجيب مدير فني. يعني ايه يشتغل علمي يا كابتن عادل؟ علمي لان انا انت قلت لي، انا فاكر يعني اول ما تهيألي احنا بعد ما تم الاعلان عن التعاقد مع مستر كولر، ويمكن حضرتك شرفتنا في اول اسابيع توالي للمسؤوليه، انت كنت قلت لي نفس المصطلح ده، الراجل ده بيشتغل علمي. يعني ايه بيشتغل علمي؟ وهل في مدربين كوره ما بيشتغلوش علمي؟ اكيد طبعا في، لان لما يكونش معايا الادوات والاجهزه اللي هي ممكن انا اشتغل بيها وما عنديش من الموهبه والخبره ان انا اقوم بالشغلانه دي. يعني احنا زمان بنشتغل من غير الاجهزه دي، فانت بتعتمد على موهبتك وعلى خبرتك من حيث الماتشات اللي انت لعبتها وهو الاخر. انما لما النادي بيوفر له الاجهزه اللي هي موجوده عنده في اوروبا، بصمه القدم، الراجل بتاع التغذيه،
الراجل بتاع الاحمال، الراجل بتاع الاحمال ده بيشتغل بال 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 بالمزوره. انت النهارده هتاخد هتجري قد كده، هتعمل احمال قد كده، العضله بتاعتك انا بقيسها. ايوه العضله دي بتقوى ولا ده الجهاز اللي بتبقى اللعيبه لابساه اثناء التدريبات واثناء المباريات، اللي الجهاز التنفسي بتاعك بيتحمل قد ايه، السعه الحيويه بتاعته، السعه الحيويه يعني الاكسجين اللي بيخش جوه الرئه بيطلع قد ايه، بيطلع الطاقه قد ايه. فدي كلها حاجات ارقام ومعادلات، ارقام ومعادلات انا بحطها قدام المدير الفني. المدير الفني لما بيكون شغال مع جهاز هو مختاره بعنايه مش هيجامله، لانه ده هيديني نجاحي، هو ده اللي هيسبب نجاحي في الشغل. فبالتالي بيديني كل الحاجات دي. لما اجيب انا اخصائي تغذيه بيقول ان انا في جينات، الجينات دي ممكن حضرتك تاكل حته جبنه بيضاء تديك اقصى طاقه، ولو كلت حته لحمه تضرك، ولو كلت حاجه معينه. فكل واحد فينا ربنا خلقه ليه جينات معينه. في ناس ما تعرفش تاكل يوم الماتش، تحب انها تاكل وهي صايمه. الحاجات دي كلها ما هي حاجات علميه، بصمه القدم، العضله وانا شغال طول الموسم. وبعدين برضو الحمد لله الى حد ما السنه اللي فاتت كان الدوري كنا عارفين الماتشات. فانا كمدير فني بعمل ايه؟ بجيب ورقه وقلم او لوحه بقسم السنه الى اشهر، والاشهر الى اسابيع، والاسابيع الى ايام، والايام الى دقائق. فالجدول ده بيبقى موجود قدامي من اول فتره الاعداد لحد النهايه. انا النهارده هاخد ايه؟ النهارده يوم السبت انا هاخد تدريبي، لياقه بدنيه قد كده، الفتنس قد كده، النواحي البدنيه قد كده، النواحي المهاريه قد كده. اللعيب الفلاني ده مش كله بيتمرن زي كله زي بعضه. انت محتاج سرعات، انت محتاج تحمل، قوه بدنيه، انت محتاج التسديد من زاويه معينه، انت كباك مفروض انك بتغطي ازاي، ازاي بتكشف الاوفسايد. كل الامور الفنيه بتبقى موجوده، الى جانب طبعا ما نغفلش الدور الاداري، وبرضه بيبقى دور اداري ناجح جدا نتيجه العلم برضه ونتيجه الخبرات. لما يكون في اوضه اللبس والعقود اللي النادي بيعملها والطفرات اللي النادي بيعملها، انت بتلعب على ماتشات وبتادي، بتروح من فئه لفئه وبتتعمل بدقه متناهيه، بحيث انك انت ما تبوظش العلاقه اللي بين اللعيبه داخل اوضه اللبس. الامور الاداريه ديت وازاي بتظهر في اوقات معينه، العقاب امتى بيطلع. كابتن سيد عبد الحفيظ وكابتن سامي قمصان كان ليهم دور كبير جدا في المسيره دي. امال ايه؟ طبعا. وطبعا ما ننساش دور الكابتن، انا يعني دايما ما احبش يعني، لكن هو الكابتن محمود الخطيب طبعا بيبقى في التمرين موجود في الماتشات في الحاجات المهمه. وبعدين برضو زي قلت لك قبل كده برضو تواصل الاجيال.